عنقاء الزلزال هكذا لقبت لأن من يفترض أن يمنحها اسماً قد غادر الحياة. الرضيعة المعجزة التي ولدت تحت الأنقاض تقضي يوم حياتها الأول هنا بمستشفى جيهان بعفرين شمالي سوريا، وقد تطول مدة إقامتها. البنت وصلتنا بحالة عامة كتير سيئة، وصلتنا مع الجيران. البنت أزية برد، كان مع زرقة أطراف، كان مع تباطؤ نبض، كان مع انخفاض في الحرارة الداخلية. تم وضع البنت في الحاضنة مع كدمات شديدة، مع كدمات في الظهر، مع كدمة في الجبهة، مع كدمة في سوال الإذن، في كدمات على الأضلاع. بس الحمد لله البنت اليوم وضعها مستقر وعلامات الحيوية ممتازة. لم يتبقى أحد من أفراد عائلتها، والداها، إخوتها الأربعة وعمتها، كلهم ماتوا تحت ركام هذا البيت. الملجأ الذي آمنهم من خوف القصف الذي طالهم ببلدتهم بدير الزور حين فروا من هناك قبل سنوات. الواحدة تلو الآخر شيعوا اليوم إلى مثواهم الأخير ببلدة جندريس. يوم أنهى فيه الزلزال قصة عائلة بأكملها، وفيه بدأت رحلة حياة الرضيعة، حياة كتبت على يد هذا الرجل الذي انتشلها من تحت الأنقاض. وقف الباقر يحفر، نادون الشباب قالوا لي في حرمة هون إذا تعرفها تعال شوفها. وجيت لعندها طلعت أم رودينة، وأنا عم أحفر سمعت صوت الطفلة تصيح، فقلت لهم أبو رودينة من فرحتي، قلت لهم أبو رودينة عايش عايش. وقلت شلت تراب عنها، طلعت البنت أمها والدتها. شلت الحبل هذا تبع الصرة قطعته، فقلت أنا أبو رودينة وعيلته وراحهم الله يرحمه، فأنقض البنت هاي ظل ذكرى يعني، وأسعفتها على المشفى جيهان بعفرين. اختلط الألم بالأمل، وتجلت الحياة والموت في مشهد واحد، في زلزال مدمر خلف آلاف القتلى والجرحى، لكنه أهدى للعالم أيضاً رضيعة قطع حبلها السري تحت الأنقاض، لتكون كذلك أجمل ذكرى للكارثة الأكثر ترويعاً للبشرية. عبد القادر خربوش، الحدث.